اليوم كنظموا هاد الندوه العلميه اللي اخترنا لها موضوع حمايه المال العام في برامج الاحزاب السياسيه، ايمانا منا واعتقاد منا بان هذا الموضوع عنده الراهنيه ديالو، لان الان التحدي ولا المدخل هو حمايه المال العام، هو محاربه الفاسدين. وقبل من هذا الموضوع كانت الجمعيه دخلت في واحد الديناميه، ان دخلت في واحد الديناميه. الان مؤخرا طلقنا واحد العريضه، عريضة إلكترونية ستوجه للسيد رئيس الحكومة متعلقة بجريمة الإطراء غير المشروع. وسبق ذلك نظمنا كجمعية مغربية لحماية المال موقفة احتجاجية في نفس الموضوع. الآن احنا كننتقلوا الآن للدار البيضاء باش كنديروا هاد الندوة. لماذا الأحزاب السياسية؟ لأن الأحزاب السياسية عندها واحد الدور في محوري في النزهة. ومني كنرجعوا للقانون التنظيمي المنظم للاحزاب، قانون 29 على 11، فكيعطيهم واحد الادوار طلائعيه. وجميع الاحزاب مع الاسف بحال موضه كدير كتقول بانه رحنا كنحاربوا الفاسدين، وكدير في البرامج ديال هذه المسألة. ولكن هذا على مستوى الخطاب، ولكن الواقع شيء اخر. فين كيتمثل هذا الواقع؟ الان واحد العدد ديال المسؤولين وقيادات حزبيه عندهم ملفات، واكثر من هذا عندهم ملفات وعندهم ملاحقات قضائيه، واكثر من ذلك حتى البرلمان. وهذه مساله اللي خصني تفتح فيها نقاش عمومي. 11% ديال البرلمانيين، 30% ديال البرلمانيين عندهم ملفات وعندهم ملاحقات، وبعض المرات كتسائل عن الفاعل السياسي، وكتسائل على هذه النخبه فين غدا بهذا البلاد.